الدكتور محمد الخوالده من الناس الذين يعني نذروا انفسهم في العمل التطوعي، وهو دكتور وطبيب واخصائي وجراح، قضى جزءا كبيرا من حياته في اعمال الخير واعانه الجرحى، وليس فقط الان في سوريا، بل من قبل سوريا ايضا في غزه وفي غيرها من البلاد. دكتور، قبل ما نبدا باحتياجات الان الازمه السوريه من الناحيه الطبيه، خلينا نتكلم عن الاوضاع الحاليه. القصف اللي الان في سوريا، لو جينا ننظر الى الحروب كامله، حتى لو جينا ننظر الى الحرب العالميه الاولى والثانيه والحرب في غزه، هذا القصف يتشابه مع القصف في المناطق الاخرى. لكن الشيء الجديد في هذه الحرب انه لا يمكن تقديم اي شيء للجريح. هاي خصوصيه في الحرب هاي. كيف يعني؟ الجريح يجرح. عدم السماح لاي جهه، لا من الاهل ولا من الجيران ولا من المسعفين، ان يسعفوا هذا الجريح. حاولنا اكثر مره ان ندخل. نعم. ولم يسمح لنا. واعتصمنا حوالي 120 طبيب على الحدود الاردنيه السوريه، ولم يسمح لنا. ويوجد معنا بعض التجهيزات والاجهزه لادخالها الى سوريا. طلبتم الدخول وما سمح. طلبنا الدخول وسمح لمن سمح له ان يدخل بدون اي جهاز. او اي جهاز تخدير او اي غرفه عمليات او اي سياره اسعاف. فماذا سنفعل اذا لم ندخل مع اجهزتنا؟ بيوم الخميس الساعة 4:30 الصبح تفاجأنا بهجوم غاشم على درع البلد بالمدرعات. لما خرجنا شفناهم انهم جايين بالمدرعات على درع البلد، فصاروا يقصفوها بشكل عشوائي. فقررنا انه ما تطلع ولا طلقة حتى يأمنوا، انه ما في من كتيبة العمر حدا متواجد حتى ما نسبب الأذى للأهالي المتواجدين. فلما اطمنوا انه ما في رد عليهم، خرجوا من المدرعات فقمنا بمهاجمتهم. نعم. واستشهد احد رفاقي وصوبت انا ورفيق لي. انا حاولت اني اسحبه فصوبت. تصوبت وهربت ايضا منهم لما تصوبت. طبعا احنا ما يعني عندنا شغله، لا يمكن ندشر جريح او مصاب. نعم. لانه نعرف ايش يساوي، كيف يمثلوا بالجثث وكيف يقتل حتى المصاب، يعني يظلهم عذبوا بجرحه حتى يموت. فما كنا نخلي لهم هذه المتعة، يعني انهم يتمتعوا بشكل غريب عجيب. انا شاهدتهم كيف يتمتعوا بتعذيب القتلة. اعتقلت؟ نعم اعتقلت. طيب شنو صار في الاعتقال؟ طبعا اول ما تدخل على الاعتقال يعروك. نعم. لارهابك، يمارسون معك الضغط النفسي ثم التعذيب بجميع وشتى السبل، شتى الطرق، من الكهرباء وتقليع الأظافر يعني ما يسمى الشبح عنا في سوريا. شنو الشبح؟ الشبح هو تعليق اليدين في أحد الأبواب أو أحد الشبابيك، حتى يعني تشل الأكتاف، وهذه طريقة من الطرق لأن تعترف على أشياء لم تقم بها، من اعتقال النساء وجلبها إلى المعتقلات للضغط على الرجال للاعتراف بأشياء ما فعلوا. قاموا يعني احد الاخوه من الرستن اذكره كان معي في احد المعتقلات في دمشق، قاموا بجلب اخته عشان الضغط عليه وتهديده لكي يعترف على انه من المسلح. رحت لعنده، قاموا يمشون الاثنين ربطوني، سكروا لي عيوني واخذوني في السياره واخذوني حولوني على المركز. على شبيحه؟ قعدت في المركز في 10 ايام، كل يوم العقيد بجيب واحد مثل بجيب الي بجيب يتسلى على سوري يضربوه. بعدين ايش سووا؟ بيفوت واحد بيضرب الناس، بيدعس فوقيهم بيضربهم. انا ادى الى ضربني على رجلي، فك برغيين من في صفيحه برجلي، انفك منها برغيين. انت كنت مسوي حادث من قبل ومركبين لك صيخ حديده وفي براغي. ايوه. ايش سووا لك هم الان؟ ضربوك عليها. ضربوك على هذا المكان؟ ما راعوا انك صغير سن ولا؟ لا لا لا، في اطفال اصغر مني معه. اصغر منك؟ كم عمرهم؟ يعني؟ بال 12 11 كانوا يعني. طيب وكان يضربونهم؟ بيضربوهم. ولا رحمه ولا رحمه ولا اي واحد. كل يوم تعذيب وغيره لمده 3 اشهر. عاد 3 شهور اعتقال ودشروني. وتعذيب خلال 3 شهور؟ اي تعذيب، خوف الواحد يخاف، صار جسمي على اي. طيب شنو شفت من المناظر داخل المعتقل؟ مناظر في قتل، في ضرب على الراس، في يعني مناظر يعني ما بتتصورها. بودي لو تحدث المشاهدين عن القصه او الحادثه التي تسببت باصابه رجلك. انا جتني قضيه وانا مثل ما اقول بوضعيه
متخبية أو إشي من الأمراض فأجتني برجلي. إيش عمل برجلك؟ فخسرت أربع أصابع وقسم من المشط رجل اليمنى، وطبعا ذلك بفضل من الله الحمد لله على كل شيء. هنادي ودك ترجعي إلى بلدك؟ إيه. اشتقتي لها؟ شو بدك تعملي إذا رجعتي؟ نلعب. ودك ترجع عشان تلعبي؟ الله، ما ذنبها؟ ما ذنبها تفقد بصرها؟ لأجل من؟ لأجل رجل يريد أن يحفظ على كرسي فقط، يريد أن يستمر في بطشه ورئاسته، لا عبرة له لا بطفل ولا ببريء ولا بشيخ كبير ولا امرأة.